السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي شوف مع بعض سيليكشن تري. أول ما ندوس عليه بيبدأ يجيب لي كل العناصر اللي موجودة في قلب المشروع. بلاقي إن عندي 4 حاجات وساعات بيبقوا 3 لو أنا لسه معملش الست. ستاندرد ده بيبدأ يجيب لي المشروع وتحتيه كل العناصر من خلال الكاتيجوري. فبتلاقي البايب باي فيتنج البلومنج فيتشر. بعد كده كومباكت بيبدأ يضغط لي من غير ما يدخل في التفاصيل. بعد كده البروبرتيز حسب الخصائص اللي موجودة في العناصر ديت. ست لما ابدا اعمل ست من هنا. طيب دلوقتي انا هقول له انا عايز الستاندرد واعلم مثلا على البايب فيتنج اكسسوري البلومنج فيكتشر واقول له هايد ان سيلكت، هيبدا يخفي لي كله ما عدا الاجزاء اللي انا عملت عليها سيلكت. طيب لو انا جيت عملت سيلكت على عنصر هنا هيبدا يجيب لي العنصر ده موجود فيه، تمام. ولو انا دوست هنا ممكن اقول له مثلا عايزها لاست اوبجكت، تمام، واعمل سيلكت على هنا فبيبدا يجيب لي العناصر اللي داخل العنصر الاولاني دوت. ممكن يكون في لو هي فيها تفاصيل كتيره ممكن اقول له انا عايز بعد كده لما تعمل سيلكت تعمل على جيومتري، تريك تعمل لو في اكتر من جيومتري يختار بس الجيومتري اللي انا عملت عليه سيلكت. نفس الكلام لو انا جيت هنا وتوسط على اي حاجه هو بيبدا يعمل عليها سيلكت هي بس. دلوقتي انا ممكن اجي على ست واقول له مانج ست فيبدا يظهر لي القائمه بالشكل دوت. ممكن انا اعمل سيلكت مثلا على البايب واقول له كرييت سيف سيلكشن واقول له سمي لي دي بايب. ففي اي لحظه اثناء الشغل ممكن اجي اقول له انا عايز البايب فيعمل سيلكت على البايب كلها. ممكن يكون عايز البايب والبايب فيتنج والبايب اكسسوري فاقول له سمي لي دي مثلا بايب 2. فلو انا عايز البايب بس هختار ديت مش هيعمل سيلكت على الفيتنج والاكسسوري. لو انا عايز ديت هختار اللي هي بايب 2 هيبدا يعمل سيلكت على كله. طيب لو انا عايز احط معاهم البلان فيكتشر يبقى هعمل عليه سيلكت واجي على بايب 2 واقول له ابديت، تمام. فهنا هيجيب لي البايب وهنا هيجيب لي كل العناصر حتى البلان فيكتشر. دي حاجات بتسهل عليا الشغل. ممكن في اي لحظه تقول له انا عايز اعمل سيرش على حاجه بالشكل دوت فايند ايتم وتقول له انا عايز مثلا الكاتيجوري اللي اسمها مثلا ايتم، عايز خاصيه منها وليكن مثلا التايب بتاعها بتساوي وتبدا تختار تايب من هنا مثلا اير تيرمينال دورز مثلا، تمام، وتقول له فايند اول. فكده هيعمل سيرش يجيب لي كل الابواب اللي موجوده في المشروع. وبعد كده هاجي هنا على سيف سيرش وهقول له دي دور، تمام. اقول له دلوقتي ان هايد اول بحيث يظهر لي كله، اقول له انا عايز الدور بس واقول له هايد ان سيلكت فيخفي لي كله ويظهر لي الابواب.